مشاهدينا اهلا بحضراتكم في نشرة صباحية مجمعة لمجموعة من اهم وابرز اخبار اليوم البداية من اعلان الرئيس الامريكي جو بايدن بانه امر بتنفيذ ضربات منشآت تابعة للحرث الثوري الايراني في سوريا والعراق مضيفا ان الرد الامريكي سيستمر ولا نسعى الى اندلاع نزاع في الشرق الاوسط او اي منطقة اخرى في العالم فكانت القيادة الوسطى الامريكية قد اعلنت شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس الايراني والميليشيات التابعة له وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، مشيرة إلى أنه تم ضرب أكثر من 85 هدفاً بطائرات ضمت قاذفات بعيدة المدى في سياق متصل ذكرت شبكه سي ان ان الامريكيه الجمعه نقلا عن مصادر في الاداره الامريكيه ان واشنطن لا تنوي ضرب الاراضي الايرانيه ردا على الهجوم الذي نفذ على القاعده الامريكيه في الاردن واوضحت المصادر ان واشنطن تتجنب حدوث تصعيد خطير قد ينجم في حال شن هجمات على الجمهوريه الاسلاميه. أشارت المصادر إلى أنه سيتم الرد على عدة مراحل لكنه سيشمل ضرب أهداف خارج إيران فقط، حدث هذا بعد أن قال الرئيس الأمريكي أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا وأضاف: سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها. الى الاراضي المحتله حيث قال خبراء امميون ان اسرائيل استهدفت منشات للاونروا في انتهاك صارخ لحرمه مباني الامم المتحده، واكد الخبراء انهم قلقون من قرار 18 دوله بشان تعليق تمويل الاونروا وانه لا يجب معاقبه الوكاله بكامله حتى لو ثبت تورط موظفين بتحقيق محايد. في نفس السياق قالت فصائل فلسطينيه انهم استهدفوا تجمعا لآليات الاحتلال على عده محاور في قطاع غزه والحقوا بها اصابات مباشره وذلك وفقا للقاهره الاخباريه وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف ارجاء قطاع غزه وارتكاب مجازر دانيه ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعه في مناطق التوغل وسط وضع انساني كارثي نتيجه الحصار والنزوح اكثر من 90% من السكان. محليا اصدرت وزاره العمل اليوم الجمعه او بالامس الجمعه نشره التوظيف نصف الشهريه التي تعلن فيها عن فرص العمل الجديده في المحافظات تنسيقا مع شركات القطاع الخاص. وقالت الوزاره في بيان صحفي لها انها تلقت طلبات من 38 شركه قطاع خاص في 13 محافظه لديها 3261 وظيفه متوفره حتى الان في عده من التخصصات. منها لأصحاب القدرات الخاصة ذوي الهمم وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي وأوضحت الوزارة أن تقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهر فبراير 2024 عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الإنترنت رياضيا تحسم الاشعه التي خضع لها وسام ابو علي لاعب النادي الاهلي الجديد خلال الساعات الماضيه حجم الاصابه التي تعرض لها اللاعب في ميران الامس الجمعه وكان وسام ابو علي قد تعرض لاصابه في العضله الخلفيه بعدما قضى ميران قوي وتقسيمه تالق فيها وسجل ثلاثه اهداف نالت اعجاب الجهاز الفني للفريق قبل ان يتلقى الجميع في الميران صدمه اصابه اللاعب في نهايه الميران وسيتحدث خلال الساعات المقبله حجم الاصابه اخيرا والى حاله الطقس حيث تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم السبت طقس بارد نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البروده ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء توقع الهيئة أيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدود 30% تقريبا إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 17 والصغرى 9 درجات، إسكندرية العظمى 17 والصغرى 9 درجات، مطروح 17 9 درجات، سوهاج العظمى 18 والصغرى 5 درجات، قنا العظمى 19 والصغرى 7 درجات، وأخيرا أسوان العظمى 20 درجه والصغرى 8 درجات. اذا مشاهدينا كانت هذه تفاصيل مجموعه من اهم وابرز الاخبار العالميه والمحليه قدمناها لحضراتكم من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.